اهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتابع معاكم اخر الاخبار وبالتحديد اخبار الشوارع في القاهرة، ونلقي نظرة تانية على الشوارع وحالها. ومعانا هاشم مناع مرة اخرى من اعلى كوبري اكتوبر. هاشم صباح الخير مرة تانية، وهل اختلف الوضع عندك ولا لسه في سيولة مرورية؟ نعم صباح الخير. يعني الاوضاع اختلفت قليلا، تحديدا اعلى كوبري اكتوبر في الاتجاه او الاتجاه القادم ناحيه مدينه نصر، فيما قبل المخرج المؤدي الى وسط المدينه واعلى الطريق المؤدي الى مشبيره. هناك كثافه مروريه ازدادت قليلا في هذا الاتجاه، السيارات اصبحت اكثر ازدحاما، ولكن هو ازدحام لا يعوق السيارات عن السير اعلى كوبري اكتوبر، وتبدا هذه الحركه في الانفراج قليلا فيما قبل المدخل المؤدي الى الاسعاف ودار القضاء العالي، المخرج تحديدا المؤدي الى الاسعاف ودار القضاء العالي، وايضا في اعلى الكوبري باتجاه رمسيس ومدينه نصر تبدا الحركه في الانفراج في هذه النقطه تحديدا. اما في الاتجاه القادم من مدينه نصر اعلى كوبري اكتوبر فهناك سيوله مروريه في هذه المنطقه على تحديدا كوبري اكتوبر من اتجاه ميدان عبد المنعم رياض. فيما يخص الطرق اسفل كوبري اكتوبر الطريق اتجاه الكورنيش فيما بعد مسيره ومبنى التلفزيون هناك حاله من السيوله المروريه وكثافه متوسطه لعدد السيارات، وايضا في الاتجاه القادم اتجاه مسيره. في الطرق الاخرى المؤديه الى وسط المدينه اسفل الكوبري ايضا هناك حاله من السيوله المروريه التي شهدها سيارات هذه الطرق، ولكن فقط هي الكثافه المستمره في المنطقه التي حددتها منذ البدايه فيما قبل المخرج المؤدي الى وسط المدينه اعلى كوبري اكتوبر. نعم. طيب يعني انا بشكرك هاشم، احنا اكيد هنرجع لك لاحقا، واكيد هنرجع تاني برضو لمناطق مختلفة من القاهرة، لكن حتى الان الحمد لله مفيش اي حاجة خاصة بحوادث او باختناقات مرورية. يا رب يخلي يعني النهاردة يمشي على نفس المنوال خلال الساعات القادمة. حاجة تانية برضو هنعيد تذكير حضراتكم بيها بالنسبة لحالة الطقس للي ما اطلعش عليها من بداية حديثنا معاكم في بداية بث مباشر. النهاردة خبراء الأرصاد بيتوقعوا أنه يسود القاهرة طقس وشمال البلاد، طقس شتوي على شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل البرودة على جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال الصعيد. احنا كان معانا على الهواء على التليفون الأستاذ جمال سعودي من هيئة الأرصاد الجوية، وقال لنا أنه الطقس النهاردة هيكون زي ما ذكرت مائل للبرودة، لكن لن تكون هناك موجات صقيع أو برودة شديدة على مدى الأيام القادمة وحتى غدا أيضا. درجات الحرارة بتتراوح ما بين 16 و17 وأقصى درجة حرارة صغرى هتكون 10. في توقع لسقوط أمطار لكن على المناطق الشمالية والساحلية فقط وبعض المحافظات المختلفة، لكن عموما في استقرار في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، أكثر برودة قليلا من الأيام المشمسة اللي كنا شفناها قبل كده، لكن بعيدة كل البعد عن الصقيع الشديد اللي كنا يعني مرينا به في الموجة اللي فاتت. عموما يعني أكيد لما بنشوف الصقيع في مناطق مختلفة من العالم بنحس قد إيه إحنا بننعم بجو يعني يعتبر مميز ونعمة بالنسبة لأجواء أخرى، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية اللي عانت هذا العام من موجة وعاصفة ثلجية عنيفة جدا لم تضرب البلاد من أكثر من 20 سنة، ولكم أن تتخيلوا درجة حرارة منخفضة تحت الصفر بدرجات كتيرة جدا ممكن تشل وضع البلد قد إيه. نتابع تقرير عن هذا الموضوع، عن هذه العاصفة الثلجية اللي ضربت الولايات المتحدة، نعود بعد لمتابعة بث مباشر. هيركل تشل حياة ثلث سكان الولايات المتحدة. شهدت 22 ولاية عاصفة ثلجية شديدة تسببت في قتل 16 شخصا وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف البيوت والمحال التجارية. ألغت الخطوط الجوية نحو 5000 رحلة بين أمس واليوم. And try to deliver safe runways and taxiways for tomorrow's airline push. وأغلقت الأمم المتحدة المقر الرئيسي لها في مدينة نيويورك بسبب سوء الأحوال الجوية، فأعلنت ولايتي نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ.
في هذا الجو الذي لم تشهد الولايات المتحدة مثله في البرودة منذ عقدين، توقفت الدراسة في عدد من المدارس والجامعات، وبعض المراكز التجارية لم تفتح أبوابها لصعوبة الوصول إليها، فتكثفت الثلوج على الطرق وانخفض مستوى الرؤية، وتكاثرت الحوادث بسبب الضباب الناتج عن تساقط كميات كبيرة من الثلج. You can see the snow is building up. And by 9 or 10 o'clock tonight, everyone should be home. تأثير هذه العاصفة الثلجية ما زال في بدايته، لأن العاصفة بدأت الجمعة وستستمر إلى الأربعاء، لتصل درجات الحرارة في شرق الولايات المتحدة إلى 23 درجة تحت الصفر. يعني فعلاً اللي يشوف البرد عند الناس يحمد ربنا على البرد اللي عنده، ويعني ربنا يكفينا شر موجات الصقيع اللي من هذا النوع. طيب احنا مستمرين مع حضراتكم في بث مباشر وتغطيتنا المختلفة، وزي ما حضراتكم متابعين كوبري اكتوبر في سيولة مرورية، وان شاء الله يكون لنا اطلالة على مناطق اخرى وكباري تانية في القاهرة وطرق مختلفة تانية خلال الساعات القادمة. خليني أقول لحضراتكم بعض الأحداث اللي هتحصل على مدى اليوم النهاردة، عشان اللي ممكن يحب من حضراتكم أنه يتابع أو يحضر هذه الفعاليات المختلفة. النهاردة هتكون في افتتاح، أو تحديدا بيفتتح دكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، معرض الأسر المنتجة ديارنا لعام 2014 تحت شعار من بيتنا لبيتك بمناسبة اليوبيل الفضي للمعرض. من المقرر أيضا أن يشارك محافظ القاهرة وعدد من الوزراء ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، المكان تحديدا في أرض المعارض بمدينة نصر، والمعاد معاد الافتتاح هيكون الساعة 10:30 صباحا. وزي ما هو واضح معرض للأسر المنتجة، يعني أكيد هيكون في إتاحة للمواطنين أن هم يحضروا هذا المعرض ويزوروه ويشتروا منه البضائع المختلفة. النهاردة هتكون في أيضا ندوة بتنظمها مديرية ثقافة القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان التعديلات الدستورية، بحضور الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومحمد الشرقاوي مدير عام ثقافة القاهرة. وأيضا هيكون في مشاركة من الأستاذة سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشؤون المرأة، و الموضوع حول التعديلات الدستورية، وحتكون الندوة أو المؤتمر في تمام الساعة 12:00 ظهرا. المؤتمر أكيد هيلقي الضوء على التعديلات الدستورية الأخيرة وأهم ما يميز هذه التعديلات عن ما كانت في استوديو في دستور 2012. النهاردة حزب النور هينظم أيضا مؤتمر حاشد بمحافظة البحيرة. المؤتمر بيهدف لدعم الدستور، وبيحضروا رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، وأمين عام الحزب المهندس جلال مرة، وعضو مجلس الشيوخ بالحزب دكتور محمود عبد الحميد، ومساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام نادر بكار، ونائب رئيس الدعوة السلفية دكتور ياسر برهامي، وده بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور في محافظة البحيرة الساعة 5 مساء. حزب النور بيدعم رسميا الدستور وبيدعو للتصويت بنعم على الدستور، وهذا المؤتمر في سياق حملات الحشد والتوعية ويعني تشجيع المواطنين على التصويت بنعم. النهاردة بيقام أيضا المؤتمر الشعبي الثالث لمبادرة عشانك يا مصر، دعما للدستور وخارطة المستقبل. الندوة بتحضرها كلا من المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور أبو العلا النمر، واللواء طيار أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر، والمستشار محمد سعد، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والفنان أحمد بدير، والفنانة نهلة سلامة، وعدد آخر من الفنانين والمثقفين والقيادات السياسية بمحافظة البحيرة. والمكان هيكون المسرح الكبير في وزارة الشباب الساعة 1:00 الظهر. أيضا تيار الاستقلال بيعقد مؤتمر جماهيري بوسط القاهرة بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، و
رئيس الحزب أو رئيس التيار قال أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر ما لا يقل عن 10,000 مواطن و300 نائب برلماني سابق وعدد من الشخصيات العامة، وذلك لدعم الدستور الجديد بمنطقة هتكون يعني الندوة أو اللقاء في منطقة قايتباي بشارع صلاح سالم بالجمالية أمام مسجد البرقوقي الساعة 6 مساء. من ضمن الأحزاب أيضا اللي هتعمل النهاردة مؤتمر جماهيري، حزب التجمع بيعقد مؤتمر جماهيري الساعة 5، لا هو مش متحدد الساعة، لا 5 مساء صح، الساعة في الساحة الشعبية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم. وبيتحدث في هذا المؤتمر سيد عبد العال رئيس الحزب ونبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب للتوعية بأهمية التصويت على الدستور. من الملاحظ أنه معظم الأحزاب والتيارات السياسية بتكثف جهودها هذه الأيام سواء عن طريق توعية بندوات أو مؤتمرات جماهيرية أو لقاءات في وسائل الإعلام المختلفة، بتكثف جهودها للتوعية بأهمية التصويت بنعم على الدستور في إطار ترجمة لمواقفها. يعني هذه الأحزاب موقفها من الدستور إنها توافق عليه وستصوت بنعم، وبالتالي تحشد قواعدها الجماهيرية للتصويت بنعم. أيضا الحزب الاشتراكي المصري بينظم منتدى الفكر الاشتراكي لمناقشة الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد في مقر الحزب ب 18 شارع شامبليون الساعة 5 مساء. أيضا يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم مؤتمر عمالي جماهيري بمدينة كفر الدوار لبحث مطالب العاملين ودعوتهم للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير. و يعني هيكون ده خلال في شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار تحديدا الساعة 10 صباحا. في إطار أيضا الندوات المختلفة اللي بتعقدها الجهات المختلفة، بتعقد لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان دستور مصر تحت رعاية الأستاذ الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان يعني الحقوقي المعروف والناشط المعروف، ويشارك فيه أيضا الأستاذ رامي الحديني ويتحدث عن الجوانب القانونية بالدستور وبيتحدث أيضا عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. طيب في دي كل الندوات والمؤتمرات دي اللي بتعقد يعني من شرق مصر لغربها ومن شمالها لجنوبها في محافظات مختلفة، كلها في إطار حملات الأحزاب زي ما ذكرت للترويج للدستور والحشد للتصويت بنعم على الدستور. لكن أكيد في يعني مؤتمرات تانية معنية بموضوعات أخرى. عندنا النهاردة الساعة 10:30 توقيع 10:30 صباحا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وعدد من مؤسسات المجتمع تتعلق بشراء عدد من المحارق لصالح المستشفيات الجامعية المجانية للتخلص من النفايات الطبية بوسيلة آمنة. هتكون الندوة دي أو بروتوكول التعاون والتوقيع بحضور دكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في شارع القصر العيني. أيضا لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بتعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس والسيد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان ندوة أخرى عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية وآلات المواجهة لمواجهة الإرهاب. يعني هذه ندوة معنية بإلقاء الضوء على الإرهاب كفكرة وكممارسات مختلفة وآليات مواجهته وجذوره الاقتصادية والاجتماعية. الندوة بيديرها أستاذ دكتور مسعد عويس وبيتحدث فيها مجموعة من الأساتذة على رأسهم دكتور سمير غطاس، دكتور فيصل يونس، أستاذ سامح فايز، وحيكون المكان قاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة الساعة 5 مساء.
النهارده ايضا بتنظم حركة مهندسي مصر المستقبل مؤتمر صحفي في إطار محاولة كافة الحركات داخل النقابة لإسقاط مجلس النقابة الحالي برئاسة ماجد خلوصي نقيب المهندسين الإخواني بفندق سونيستا بمدينة نصر الساعة 12 ظهرا. إذا رحنا لشؤون البيئة، النهاردة في تفتتح الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة ورشة عمل خاصة بالبدء في تنفيذ البرنامج الإقليمي للاتحاد الأوروبي في مجال دعم التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية المختلفة بمنطقة دول الجوار الجنوبية، وحيكون ده في سوفيتال المعادي وحيكون الساعة 9 صباحا. ده خاص بالظواهر المناخية المختلفة وكيفية التكيف معها. أما فيما يتعلق بالفعاليات اللي ممكن تكون موجودة النهاردة على أرض الشارع، النهاردة في مسيرة بينظمها مصابو الثورة، مسيرة حاشدة كما وصفت في بيانهم من ميدان عبد المنعم رياض للمطالبة بالحصول على معاش دائم. المسيرة هيكون مكانها بالتحديد بدايتها أمام تمثال عبد المنعم رياض الساعة 12 ظهرا، وإحنا عارفين أن ملف مصابي الثورة ملف مفتوح من أول ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة، ومن أكتر الملفات الحقيقة اللي فيها مشاكل، لأنه عدد كبير جدا من المصابين رغم بدايتهم في تلقي علاج إلا أنه يعني في تأخر وفي مشاكل كتير بيواجهوها مع الجهات المعنية بحل هذه المشاكل. وأيضا في جدلية كبيرة، مصابي الثورة على أي أساس يتحدد أنه هو من مصابي الثورة، وإيه الورق اللي المفروض يثبته؟ في ناس كتير من مصابي الثورة فعلا مش قادرين يثبتوا ده، والعكس في ناس تانية مش من مصابي الثورة وبيحاولوا يثبتوا أن هم كده عشان يحصلوا على دعم أو علاج. هو عموما المواطن المصري من حقه أنه يحصل على علاج أيا كان الحقيقة، من مصابي الثورة أو من غير مصابي الثورة، ونأمل أنه الفترة اللي جاية يعني مع زيادة الدعم الموجه للصحة في الدستور الجديد أن يكون في فرق يحسه المواطن فعلا في الخدمة الصحية والعلاجية اللي بيتلقاها. النهاردة أيضا القاهرة بتستضيف ندوة مستقبل الهندسة الميكانيكية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحضور عدد من الشخصيات الهندسية بالتعاون مع فرع مصر في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، وبتحضر الندوة المهندسة مديحة المهلمي قطب رئيس الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. النهاردة برضو هتكون في أو تفعيلا للمبادرة إنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال 5 سنوات في مختلف محافظات الجمهورية بنظام مشاركة القطاع الخاص، حيكون في إطلاق لهذه المبادرة تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور محمود أبو نصر وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة القومية لإتاحة المدارس، وحضور كل من مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومستشار الوزير لتنمية الموارد. نيجي بقى للمحاكمات المتوقعة النهاردة، والمتوقع سواء يعني متوقع يصدر فيها أحكام أو تأجيل الله أعلم. النهاردة منظور أو متوقع أنه يكون في نطق بالحكم في محاكمة علاء عبد الفتاح ومنى سيف بتهمة حرق مقر شفيق الانتخابي بمقر دار القضاء العالي، والنشطاء بيدعوا لوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي. القضية دي منظورة أمام المحاكم من فترة وتم تقريبا تأجيلها أكتر من مرة، ومعروف أنه أحمد شفيق نفسه تنازل عن هذه القضية مرتين، لكن هي يعني في سياقها القانوني مستمرة. وعلاء عبد الفتاح محبوس أيضا على ذمة قضية أخرى خاصة بالتظاهر أمام مجلس الشورى غير القضية اللي هتنظر على أمام المحكمة اليوم. زي ما قلت النشطاء بيدعوا لوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اليوم. النهاردة أيضا نظر تظلم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين على قراري المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر في قضيتي نوباسيد والبرولوس في محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس الساعة 10 صباحا. النهاردة محاكمة 62 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في أحداث رمسيس الأولى لجلسة 5 و6 و9 يناير للاطلاع وتقديم المستندات في محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس
الساعه 10 صباحا. والنهارده نظر جلسات محاكمه نجلي جمال صابر منسق حركه حازمون على خلفيه اتهامهما بالقتل في أحداث الشغب اللي وقعت في مارس الماضي بمنطقة رود الفرج أمام محكمة جنايات القاهرة. يعني نظر المحاكمة أو الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في 10 صباحا. دي كانت أهم أخبار المحاكمات اللي هتحصل النهاردة، والمفترض أنها يصدر فيها أحكام أو تؤجل على حسب سير القضية. مجموعة من الفعاليات والأخبار الثقافية اللي هتحصل النهاردة. النهاردة بيبدأ مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في إعادة العرض المسرحي فراجيل في مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساء. أيضا بتواصل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق الببلي نشاطها الفني خلال العام الجديد 2014 في مسرح معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساء. وبيواصل الصالون الثقافي اللي بينظمه صندوق التنمية الثقافية بمركز إبداع قصر الأمير طاز ندواته للتوعية بمسودة الدستور الجديد بمشاركة نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة والقانون الساعة 6 مساء. وبينظم أيضا معهد البحوث والدراسات العربية اللقاء الثاني للموسم الثقافي الأول محاضرة عن أدب الثورات العربية، ويتحدث في اللقاء الدكتور عمار علي حسن أستاذ الاجتماع السياسي ويدير الدكتور صلاح فضل الأديب والناقد العربي. دي مجموعة من الفعاليات الثقافية اللي هتحصل النهاردة في أماكن مختلفة من مصر، وعملنا جولة شاملة عن فعاليات أخرى سواء خاصة بالأحزاب أو المحاكمات اللي هتحصل النهاردة. هيكون لنا جولة مع أهم عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم في بث مباشر، لكن بعد الفاصل.